اوكي يا ستير، اليوم راح نشوف حظنا مع الحاضنة الجديدة. جو. اهلين يا عالمين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. حبايبي الكرام، اليوم جات لكم فيديو جديد يا اساطير. مثل ما انتم شايفين اليوم راح نضرب على الحاضنة، راح نحرق الحاضنة يا حبايبي. اوكي، خلوكم جاهزين، يلا. اوكي يا اساطير، خلينا نشوف مع بعض، نشوف حظنا كيف راح يكون اليوم مع هذه الحاضنة. مثل ما انتم شايفين شباب، فوق موجود معنا تقريبا 7000 جوهرة، ومعنا 3 احجار و3 اقنعة. خلينا نبلش. اوكي، انا كثير متحمس، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ليتس جو. بام بام، يلا 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 يلا. شوي قناع، قناع ولا ما في قناع؟ ما في قناع اليوم، اليوم ما في قناع. قولي، حلوة أول ضربة شباب، كتير حلو، نايس نايس، حلو أول حجر، كتير حلو. هدفنا شباب إني أحصل بس على هذا السكين. خلينا نشوف كم راح نجيب أحجار وأشياء وأقنعة وكل شيء مع بعض. شو رأيكم بال 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 ال هاي هاي، شو رأيكم فيها؟ ما أعرف الكاسك. يلا ليتس جو. لا ما اسمها جاني والله يا زلمة، قناع يا زلمة، قناع يا زلمة، ما في قناع. اوكي ثواني، تاك شباب لا ترسلوا لي بليز، خلينا نضرب على رواق. بام، ما في قناع، يلا قناع، قناع ولا ما في قناع؟ ما في قناع، قناع معلم، قناع معلم، بدنا 3 قناع معلم، يلا. الحظ شباب اليوم صفر، ثواني شباب بس نطلع من الجروب عشان ما حدا يزعجنا ونحن عم نضرب يا نضرب يا اساطير الحاضنه. اوكي يلا طيروا دار، وين الهي هذا؟ اوكي يلا نبلش نكمل جو. شيت، يلا شباب، يلا 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 يلا، بدنا قناع معلم، قناع معلم، اعطينا قناع معلم، ما في قناع؟ قول لي اول قناع، حلو نايس، اول قناع يا اساطير، كف نايس نايس نايس، اول قناع حبايبي. بلش 325 كمان، ليتس جو. يلا او ماي جاد، حاسس رح اخذ حجر، ما بعرف ليش، ما رح اخذ ولا شيء كمان. يلا يلا قناع، قناع يا الزلمة، أعطينا قناع يا الزلمة، أعطينا قناع، حلو حلو، قناع وحجر، نايس نايس نايس، حلوة حلوة حلوة. يلا 5 أحجار، قناع واحد، ووضعنا اللوز يا حبايبي. يلا ليتس جو، قناع قناع، حجر بليز بليز بليز، قناع نايس، حلو نايس، حلو كتير حلو، نايس. يلا حبايبي، هيك بكون معنا صار نقدر نجيب اول سكين، الحمد لله شي لوز، اللوز نكمل حبايبي. يلا لنشوف، يلا حاسس ما راح يطلع لي شي، هيك حاسس يا حبايبي. نعم حسيت حسيت، بحس 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 احساس زفت. يلا ليتس جو، 3000 جوهر، 3700 شباب لنشوف. يلا قناع قناع بليز، بزفت بزفت. اوكي 5 3 3700، ليتس جو، نشوف كمان ضربة 22، نشوف يا حلوين. يلا يلا قناع قناع يا ول، ما في قناع، ما في قناع ولا حجر، لا قناع ولا حجر، قسي يعني يعني شو جاب ليش هل 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 او ماي جاد، يعني هون بيطلع لنا 14 بس خلينا نجرب هون. يلا روح ليتس جو، يلا يا سلامي، يلا يا سلام. شيت اوكي يلا نبلش كمان، يلا يا لك وقف على حد لعبة. او ماي جاد، thank you.
بلش الحظ يكون زفت شباب. رح نضرب ضربه حبايبي، ضربه هيك ضربه وسريع، طلع هيك على السريع هيك. يا سلام يا سلام يا سلام. اوه او ماي جاد، هي قويه كثير. قوية كثير شباب. يلا ثلاثه، بعد تجرب واحده ثانيه. ما صارت مره واحده بتصير شيت. كمان جرب واحده ثانيه ولا لا؟ لا 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 لا. يلا 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 يلا. عن جد شباب كانت ضربة قوية كثير هاي، وما توقعت تصير ابدا. يلا 1100 جوهرة حبايبي، يلا ليتس جو. حجر حلو حلو، حجر حلو حجر. تم قناع واحد ثاني، قناع واحد، قناع واحد تاني بنضمن ال 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 لأنه عندي من قبل سكنات من قبل كنت جايبهم حبايبي. يلا ليتس جو، يلا قناع واحد، قناع حلو حلو كتير، نايس حلو، جود جاب، حلو كتير حلو حلو كتير حلو كتير 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 حلو. اوكي حبايبي باقي 500 جوهرة. اوكي طبعا شباب بالنسبة للرقصة الجديدة انا جبتها، اوكي جبتها تقريبا امبارح، كان معي 400 جوهرة جبتها ب 400 جوهرة بنصف القيمة حبايبي. هاي الرقصة هاي. اوكي خلينا نرجع لورا. اوكي باقي معنا 500، شوف حظنا ان شاء الله يكون حلو، بس رح نضربهم واحدة واحدة، رح نضرب واحدة واحدة حبايبي. يلا اوكي 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 زفت. اخر واحدة لعيونكم ابلع شيت. اوكي يا حلو يلا ندخل على هذا 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 هذا. اوه نو خمسة. اوكي حبايبي مثل هاي الحاضنة مثل ما انتم شايفين، عندي من قبل كان هذا السكين. اوكي طبعا سكينات البنات انا ما بجيبهم يعني عن جد حلوات، بس ولكن يعني انا قليل كثير العب شخصية بنت حبايبي، فهمتوا علي كيف؟ لما العب شخصية بنت بلعب بالفاير باسات القديمة، فهمتوا علي؟ اوكي يلا نشوف. عن جد هذا حلو حبايبي، هذا كثير حلو عن جد يعني يعني. اوكي يلا يلا متحمس نجيبه. يلا ابلع. نايس 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 نايس، حلو حلو كثير حلو. اللي بعده هذا بقينا حجر واحد. رح نجيبه الحجر، رح يجيبنا من يمكن من ال ثواني. شفت الحجر الموجود بالمهمات الفاير باس؟ بس رح نجيبه، رح اجيبه انا بعرف، رح احاول اجيبه ولا يهمكم، رح نجيب هذا الحجر. بس وين؟ رح نجيبه من هون الحجر هذا حبايبي مهمات الفاير باس. اوكي نو بروبلم، يعني كم مهمه باقيه حتى نجيبهم؟ ثواني. هذا اوكي وخلاص بكون نجيب هذاك السكين، او ممكن اجيب. اعطونا لكم شو افضل اجيب، اجيب السكين البنت ولا الشاب؟ اوكي او جيم يمكن نجيب هذا، او يمكن نجيب لنا مثلا شي سكين بنت مثلا. اوكي لنشوف حبايبي كرام. اوكي خلينا نروح نطلع على 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 ندخل نشوف ال ال البتاع 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 البتاع. ندخل على الستور، ندخل هون مشان نشوف مع بعض حبايبي السكين الاول. السكين الاول هو يعني حلو كتير، يعني من زمان كنت حابب اجيبه. ابلع خلينا نشوفه من على القرب. عن جد عن جد سكين حلو شباب، بس هذا السكين لازم واحد لازم ندمجه مع شيء، لازم ندمجه مع شيء. قول لي مع قبعة الفاير باس، حط له قبعة الفاير باس مثلا، و يعني كل شيء يطلع راس الجوكر يطلع كتير حلو عليه. اوكي ثواني هذا اوه هيك وهيك، واو عن جد شيء حلو كمان. ثواني يعني كل شيء الذهب. في سكين ثاني نزل شو هو شباب؟ شوف شايفين كيف يطلع قطع كثير حلو، يطلع اسطوري يعني تدمجه مع الراس. طبعا الراس انا كثير ما عجبني، بس لما تدمجه شيء هيك ما يطلع اسطوري كثير كثير. عن جد شيء واو واو واو. اول مع هذا لوز اللوز لوز حبايبي. اوكي شباب اوكي يا حلوين، ثواني شوف كمان شوف شيء يطلع شيء حلو. ضغط هذا هو دوز. ثواني ثواني لا هذا ازرق وهيك ما ازرق واسفه ما يمشي الحال. لا الجوكر يجي جوكر الجوكرات يطلعوا عليه حلو ولا
حلو كثير، حلو كثير 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 حلو حبايبي. اوكي حبايبي، هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم حبايبي الكرام. ان شاء الله عجبكم مقطعنا يا حلوين. بتمنى من الجميع انه يحط اللايك والشير ويشترك بالقناه حبايبي. اوكي، ونشوفكم بمقطع جديد.